إنها قصة الفارسة مزنة بنت منصور المطرودي، لأن العوشزية تقع جنوب شرق عنيزة. عندها استغلوا مجموعة من اللصوص غياب الرجال، هجموا على القرية واستاقوا كل إبلها وغنمها وخرجوا جنوبا ليهربوا بهذه الغنيمة السهلة. وعلى طول لبست ثوب أخوها وأخذت البندقية وأخذت أدوات البندقية القديمة اللي هي بارود ورصاصة، وأسرعت منطلقة إلى اسطبل الخيل لتركب وتجهز الحصان هناك، تضع السرج واللجام. ولما أخذت البندقية مزنة المطرودي ولبست لبس أخيها، أتت تركض إلى الاسطبل وأتت إلى الحصان حق أخوها حماد، وامتطأت صهوة الحصان للطام، جت مع الشعيب متخفية تمشي ليست بسرعة، ثم خرجت عليهم من منحنى الشعيب، بالضبط من هذه النقطة اسمه منحنى شعيب القصيب، وانطلقت عليهم كالسهم. ولما أن وصل اللصوص بأنعام أهل العوشزية من إبل ومن غنم نجديات، وصلوا إلى هذا المكان الذي يسمى إثلاع رياض جنا أو جنا ينطقونه، بالقرب من قاع الدعب. هذا المكان دلنا عليه الشيخ ثامر المطرودي، بالضبط هنا. لما وصلوا إلى هنا واعتقدوا أنهم أبعدوا من العوشزية، وإذا بالفارسة مزنة تخرج عليهم فجأة من منحنى شعيب القصيبي. هي جت من الخلف لئلا يراها أحد وأقبلت عليهم، هم انصدموا الآن، وقفت وأخرجت البندقية الجويسرية ومعبية وأشارت إليهم. الآن هم ما معهم بنادق، هم مبكفوا بنادق، هم لصوص، اللصوص ما معهم بنادق، ما معهم إلا عصيان وخناجر. وأطلقت طلقة وهم الآن اعتبروا الآن إنهم خلاص، وش الفارس اللي طلع لهم فجأة وما كانوا يعرفون، وبدأ يستعرض. طبعا هي الآن لابسة لبس رجل، وهم يصوتون ويقولون احنا استسلمنا، الامان 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 الامان. اكل يوم البنادق مو اي واحد معه بندق يعني قليل، وتبدا تدور عليهم بالطريقه الاستعراضيه هذه، شوفوا شلون تدور عليهم، يعني يستاسرون وتطير الغبار على رؤوسهم وتدور عليهم زي الاستعراض العسكري، مو بالحين الاستعراض استعراض الطائرات. هذه هي حفيده خالد بن الوليد رضي الله عنه، امراه فارسة من العوشزية قامت بهذا العمل المذهل. حتى هم في ذلك الوقت قبل 200 سنة كما قلت كثيرا بخطى العرب، الناس مو بكل أحد يملك فرس أو يملك حصان أو يملك بندق، هذا نادر، حتى السيوف ما يملكونها. فهم لما شافوا البندق وشافوا هذا الحصان الأصيل الأدهم، بعدين هذا الحصان حصان حرب وحصان كديش حق ركب ولا يروحون عليه، هم أهلها رايحين يصلون الجمعة الآن، الآن هم الحين عند الخطيب يخطب يوم الجمعة بعنيزة، ما يعرفون إن بنتهم مزنة تقوم بعمل عظيم. والله إنها بطلة صنديدة مزنة هذه، مقاتلة عنيدة قسم بالله، وتدور عليهم واللصوص رافعين يديهم. آخر شيء قالت ولا واحد يتحرك، ولا واحد يتحرك. قالوا الأمان الأمان. قالت والله لو تحرك واحد منكم إن يطيح، أي معها البندق ومعها الحصان. قالوا حنا بوجه من، هذه عادة عند العرب، مكارم العرب،
العرب حتى بينهم اصلا هم اخذوا هذه الابل مو هو علشان بيع وترف، اخذوها للجوع والمشاكل اللي كانوا يعانون منها الناس في ذلك الوقت. قالت طبعا تكلم بصوت جش عشان ما يشكون ومتلطمه، قالت لهم انتم بوجه حماد المطرودي، بس ما ردت. ويعيدون الكلام، شوفوا شلون هم اللصوص اذكياء، يحاولون يختبرونه من حنا بوجهه، ما كررت. ويعيدون الكلام، قالت حماد المطرودي، قالوا حنا بوجه حماد المطرودي. قالت تشر لهم كذا، يعني رجعوا الحلال، ارجعوا له. طبعا قالت لهم تقول لهم الكلمه وهي تركض وتقول الكلام. ارجعوا بلد باش، تقول لهم ارجعوا بلد باش، واي حركة منكم بيطيح. ملغمة البندقية، وكل يوم قبل 200 سنة ايام مزنة البندق يخافون منها الناس ايام الفتيل القديم، مو باي واحد عنده بدو، صوته مرعب البندقية، ورمت عليهم ومرت الرصاص من فوق رؤوسهم الدرج هذه، وصوته صوته بس ما ارعبهم. فالآن هم استعدوا لترجيع الحلال، بيرجعون الحلال للعوشزية الآن، يسوقون الحلال وهي خلفهم تسوقهم ومستعدة للرمي. الآن هم يسوقون الحلال للعوشزية وهي تسوقهم، واللصوص الآن فشلوا، مهمتهم فشلت. طبعا هذا عيب، لان في ناس ينتظرونهم هالغزوه دي، يسمونها غزوه ذيك الايام، ينتظرون هل نجحت المهمه. الان مين المساله، مساله ان ما نجحت، مساله انها الان اي واحد منكم يمكن يطيح، وهم معتدين بوضح النهار، وخذوا الابل والحلال من محارزه من اماكنه يعني، فهذا اعتداء. في ذهبت الآن تسوقهم مزنة على هذا الحصان الأدهم العربي الأصيل لطام، يسمى لطام لأنه يلطم الناس، يلطم الجموع، وتسوقهم وهم مسقط بيديهم، وتسوقهم وترجعهم. هي الآن في هذه الأثناء مزنة رحمها الله ورحم الله اللصوص يتفكر هي وش تبي تسوي لو وصلت القصر. الآن الخطة الثانية، هي سوت الخطة الأولى، الآن الخطة الثانية نروح هناك القصر المطرودي ونشوف لما وصلت هناك وش سوت، ما الذي فعلت. لم تحتج مزن المطرودي إلى زمن طويل لإنجاز مهمتها، ولنا أن نقدر الوقت الذي مر بالزمن الذي تستغرقه صلاة الجمعة لندرك أنها باغتت اللصوص وأخذتهم على حين غرة. ولما رجعت الحلال مزنة وقالت للضيوف تفضلوا، وخذهم الخادم سالم دخلهم بالمضافة، وأدخلت الحصان إلى الاصطبل، وجو من الصلاة أبوها وأخوانها، فوجدوا الحصان عرقان، يعني مركب عرقان وجاف عليها العرق، مجفجف عليها العرق الأبيض ورطب. فجاء دخل بها إلى البيت، سأل مزنة ليش الحصان عرقان، لأنهم يخافون ذاك اليوم، ممكن في غارة حصلت، طبيعي يسأل، مو ليش يعني خايف إنها ركضت الحصان، أكيد إنها يتدرب دائما، ولا كان ما أتقنت الركض أصلا، لكن هو يسأل ليش الحصان عرقان. قالت ادخل عند الضيوف ما فيها شيء، يعني ما أخبرته ليش، قالت فيها الضيوف ادخل عندهم، كأنه يعني لمحت في شيء.
ولما وصلوا إلى القصر، قصر بيها واللصوص أمامها وهي على الحصان لطام، إلى الخادم، فيها الخادم خادم بيها اسمه سالم من خدم بيها من الموالي، قالت خذ الضيوف، خذ الضيوف دخلهم للقهوة، على أنها هي حماد. جاءوا ودخلتهم إلى القهوة، كان هالحين قبل صلاة العصر بقليل، هم ذول اللصوص أصلا ما صلوا لا ظهر ولا عصر ويوم جمعة. فأدخلت سالم أدخلهم إلى القهوة وهي راحت بحصانة من وراء، ودخل سالم عندهم ونزل لهم التمر ونزل لهم الماء وقدم لهم القهوة وبدوا يتقهون وهم خايفين ومتوترين وما يدرون، مع أنهم الآن دخلوا بأمان، دخلوا بأمان مزنة منذ أمنتهم في أول لقاء لها. فجلسوا وقال وبدأ، طبعا إلى الآن سالم ما يعرف القصة، ما يعرف منهم هذول، إلى الآن ما حد يعرف، هي اللي ما قالت إني ترى هذول اللصوص أو الحنش، لا جلستهم على أنهم إيش، على أنهم ضيوف، وهذا دهاء، دهاء منها، ما تريد توترهم، ما تريد. ربما إن سالم ذا يقول والله هذه عمتي اللي قالت لي كذا، هم ما تبغاهم، ما تبغاهم يحسون بأي شيء، لين يجي أبيها وأخوانها من عنيزة آخر العصر قبل المغرب بقليل، عاد ذيك اللحظة لكل حادث حديث. فجلسوا، جلسوا يتقهون، وجابت لهم الماء وجابت لهم القهوة والتمر، طبعا عن طريق سالم. هي ايش سوت في هذه الأثناء؟ دخلت عند النساء في القصر وبدأوا يطبخون لهم الغداء، غداء متأخر، ذبحت لهم الذبيحة وبدأت تطبخ لهم لأنها تبي تقدم لهم الطعام. وجلسوا يتقهون في القهوة زي ما تشوفون، طبعا هذه القهوة واسعة كطريقة كل المجالس استقبال الضيوف في مناطق المملكة العربية السعودية وفي نجد، إلى أن جاء أبيها وأخوانها آخر العصر. فجو قالت عندك الضيوف، إلى الآن هو طبعا شاف الحصان عرقان لطام، ولما دخل عندهم أبيها منصور سلم عليهم، سلم على كل واحد منهم، شافهم خايفين، مو ناس عاديين يعني متوترين، فرجع ما قال لهم، طبعا ما قال من أنتم ولا ليش جايين، رجع ثاني إلى ابنته مزنة، قال علمينا القصة، أنا أشوف الحصان عرقان وأشوف الناس الضيوف متوترين. فأخبرته القصة، سكت ودخل عندهم ثانية وقال تفضلوا على العشاء، جابوا لهم الأكل، يعني العصر آخر العصر يعني عشا غدا. فلما قبل ما يمدون يديهم وجلس معهم أبيها منصور، جلس معهم يأكل معهم، قالوا ما ناكل لين يجي حماد. قالت لا، قال لهم لا كولوا، قالت لا، قالوا والله ما ناكل لين يجي ولدك حماد. قال لا هذا مو بحماد، حماد مسافر. قال أجل من هو اللي أخذنا، من هو اللي أسرنا؟ قال لهم هذه أخت حماد، هذه بنتي مزنة. فلما سمعوا الكلام أن اللي أخذتهم امرأة وفارسة وكل اللي سوتوا لهم وغلبتهم وهم ناس محترفين، انبهروا وانصدموا وقال لهم اقلطوا كملوا كولوا، وعاد قلطوا وكلوا، وبعد ما شبعوا ودعوه واعتذروا وقدموا اعتذارهم للشيخ منصور وإخوانه واعتذروا وندموا وندما شديد. بالأخير تعرف كل هذه أمور في تلك الأيام، أيام الفوضى وقبل ما يعم الخير، الناس كل ما يفعلونه بحاجة، هم ناس بحاجة جوعانين، يا آخذ يا مأخوذ، ما كان يعني من باب الترف ولا أنه بيأخذون الإبل والغنم علشان يروحون يبيعونها، لا يبي يأكلوا، ميتين من الجوع هم وعيالهم. فصارت صداقة بين هؤلاء اللي كانوا حنشل، واستمرت العلاقة بينهم وبين أهل العوشزية لأنهم دخلوا بأمانهم، بأمان
الفارسة وأهلها، فظلوا يمرون يسلمون عليهم إلى فترات متأخرة إلى أن ماتوا رحمهم الله جميعا. لم تنتهي قصة مزنة عند الكشف عن اختبائها وراء اسم أخيها، فقد شاع ما فعلته وانتشر ليصل مسامع أمير بريدة آنذاك. ومعنا حفيد الفارسة الداهية مزنة بنت منصور المطرودي، إنه الشيخ ثامر سوف ينتسب حتى والد مزنة. تفضل يا شيخ، قل اسمك الكامل. ثامر بن علي بن محمد بن عبد الله بن منصور بن حماد بن حمد المطرودي الدعمي الخالدي المخزومي القرشي. القرشي طبعا بني خالد ينتسبون ل قريش. قريش الخالد بن الوليد رضي الله عنه. طيب الآن احنا بنسألك تبين للمشاهدين، لما قامت مزنة بهذا العمل البطولي المشهور وانتشر خبرها، سمعنا ان جلوي ابن تركي ابن عبد الله مؤسس تركي بن عبد الله تركي بن عبد الله مؤسس الدولة السعودية الثانية، ابنه جلوي كان امير وين؟ عنيزة. وسمع بقصة مزنة العوشزية بجنب عنيزة، وش صار؟ يوم انه سمع بهالبطولة وهالتفوق ايه طبه من جدنا منصور ايه، وتم له الزواج منها. من مزنة؟ من مزنة. انت يا جلوي تزوج مزنة؟ مزنة بنت منصور. الله الله. ايه بعدين حصلت واقعة بالعوشزية وهم لصوص. لا يوم سمع فيها ترك ذا جلوي سمع أنه ردت القوم وردت الحلال وأنه بهالبطولة تقدم للزواج منها. تزوجها خلال فترة وجوده بعنيزة. جلوي في الفترة ما بين 1265 إلى 1270 هالفترة تزوج. هالفترة دي جابت منه عيال مزنة؟ جابت من جلوي؟ لا ما جابت منه عيال. جلست معه كم سنة حوالي؟ يمكن إلى ما قبل وفاته عام 72 و 1200 يعني 3 سنين بقيت فيما يقارب. بعد ما توفيت مزنة الله يرحمها وش سوى جلوي؟ جلوي تقدم لأبوة ثاني مرة يخطب أختها اللي أصغر منها رقية. إيه ووجبه وعطاه رقية وتزوج رقية بعد مزنة، ورقية هي اللي أنجبت له الأمير عبد الله بن جلوي رحمة الله عليه البطل المشهور اللي كان ساند الملك عبد العزيز طيلة أيام حروب ولتصفية الملك وتثبيت رسومه وكيانه. أنتم أجلي المطرود يا أهل العوشزية الخوالد، أنتم خوال الجلوي. حنا خوال الجلوي اللي هم من ذرية عبد الله بن جلوي، وبالواقع ان كل الجلوي جدهم عبد الله بن جلوي هذا الوقت الحاضر. الامير عبد الله بن جلوي رحمه الله الفارس المعروف اللي دخل المصمك مع الملك عبد العزيز، تصير خالته مزنه، ما هي بامه. لا ما هي بامه، خالته مزنه. ولد بعد ما توفيت فتره طويله. هي الفتره بسيطه ما هي طويله، يعني في حدود الزواج والحمل، يعني ما أبطت وجابت له عبد الله رحمة الله. هذه رقية اللي جابت. رقية إيه بس ما طبعا. وبعد ما تزوج جلوي رقية كم جلست معه رقية؟ وش جابت له غير عبد الله؟ ما جابت غيره. ما جابت غير عبد الله بن جلوي. طيب لما تزوج جلوي مزنة راح بهل الرياض، قعدت معه بعنيزة. إيه ويوم أنه انتقل من عنيزة رافقته للرياض. إيه وتوفيت هناك. توفيت هناك. بعدين جاء لعنيزة للعوشزي وتزوج أخته. وراح به معه وين؟ راح به معه للرياض. يعني الأمير جلوي كان أمير لعنيزة. أمير لعنيزة في ما بين عام 1265 و 1270. كان يعني متأمر على عنيزة تحت إمرة أخوه فيصل بن تركي. الله الله. بن عبد الله. الله الله. صحيح. الله الله. عندكم وثيقة ل ل ل للمزنة؟ عندنا وثيقة وصيته قبل ما تموت. بعد ما أدركه اللي ذا وبعد ما تردت وهي مريضة أوصت بوصية محفوظة عندي. ها.
محفوظة الوصية. وسأطلعك عليها إذا أردت. والبندقية اللي استخدمتها محفوظة. محفوظة. عند من الحين محفوظة؟ محفوظة عند الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير نجران. إيه. ودعت عنده يوم كان وقيل الأمارة المنطقة الشرقية. وهذا ما شاء الله حفيدك. هذا حفيدي. وش اسمه؟ اسمه ثامر المحمد. ما شاء الله. طيب أنتم تسمون مزنة، الحين أشوف عندكم ثامر، تسمون مزنة؟ نسمي مزنة بكثير يعني. كثير على عمتكم. تباركين به. إيه ما شاء الله. الله يرحم مزنة.